انا استهدف الانسان، ما بيهمني وين كان، شو ملته، شو مذهبه، شو عقيدته، ما بيهمني. انسان بحاجه، مريض بحاجه لهالشغله هي. اسمي معاويه عبد الحميد العوض، جيت لانقره من 8 سنوات ومقيم في العاصمه انقره. بدايه مشروعي هذا كان تقريبا من 3 سنوات، بدايه الكورونا، قبل بدايه الكورونا بشوي. شفت انه في ناس حالتها الماديه شوي صعبه، في ناس عندها اشياء في بيتها ما هي بالها شغل فيها طبيه، فاطلقت البادره اللي هي وتعاونوا. الفكره بتكون انه باخذ الاجهزه الطبيه اللي موجوده عندكم في البيت، مثلا اي اخ عنده اجهزه طبيه ما له شغل فيها، ممكن يكون في اخ ثاني بحاجه لها، فبصير تشابك في المعلومات وفي الخدمات. هاي الاجهزه الطبيه، كان كراسي وكان عكاكيز وكان اجهزه تنفس، هاي بتكون اعاره، خلصت شغلك فيها بترجع ليها، بتنظفها وبترجع ليها. انا شخصيا باخذ لك اياها بيتك وبرجعها من بيتك، باخذها من بيتك، بعمل لها صيانه هون في المكان هون هذا اللي اخذينه احنا في المكتب هذا. الفكره كمان تستهدف كل انسان بحاجه. انسان انكسر، ما في داعي يروح يشتري جهاز طبي حقه اليوم كرسي 6-7 آلاف، انا بعطيها اعاره، خلص شغلك فيها شهر شهرين وبترجع لي اياها، وبياخذها شخص ثاني وثالث. بالفتره الكورونا زاد عدد المطالبين لاجهزه التنفس الرزاز، الحمد لله كان احنا في بدايه الحمله كان اجهزه طبيه عديده قليله جدا، يعني تفاجات انه صار عندي كادر منيح لا باس به، 15 عرباي، 20 جهاز تنفس مثلا، اجهزه عكاكي صار في عنا، صارت الناس تتفاعل مع الفكره هاي، فكره عجبتها. انت انسان ما عندك مالك شغل في 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 هالقطعه اللي هي الطبيه، بتعطيني اياها انا بعطيها لانسان ثاني اعاره فقط.